السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، جمعة مباركة على الجميع. أصدقائي بهذا الفيديو اليوم رح نحكي عن ثلاث تطبيقات أنا ساحب منها مع إثباتات سحب شخصية. أصدقائي هاي ثلاث تطبيقات طبعا أنا شرحت عنها بدروس سابقة بالقناة، لكن للأسف يعني ما حد مشتغل عليها أو ما حد اشتغل عليها وما حد ربح منها. أوكي أصدقائي رح نتعرف على هاي التطبيقات، هني تطبيقين وفي موقع جديد رح نشرحه مع إثبات سحب لهذا الموقع. تابعوا الفيديو أصدقائي، وقبل ما نباشر الفيديو بتمنى دعمكم بلايك واشتراك بالقناة. أصدقائي مثل ما شايفين أمامكم أول تطبيق هو تطبيق الام جيمر. تطبيق الام جيمر رح ندخلون على إثبات السحب مثل ما شايفين، طبعا سحبت منه أنا أكثر من مرة. التطبيق سهل جدا ورائع، التطبيق بيعتمد فقط على إنهاء العروض وما بيحتاج لفي بي إن، يعني أنت بتشغل في بي إن بالتطبيق فما بيقبلك أبدا، يعني ممنوع تشتغل الفي بي إن داخل هذا التطبيق. راح اشرح هذا التطبيق اصدقائي بشكل سريع، وراح نشرح عن التطبيق الثاني، وبعدين راح نحكي عن الموقع الجديد يلي انا راح اشرحه بهذا الفيديو ويلي انا ربحت منه نص دولار بكل سهوله. راح نتوجه لتطبيق الام جيمر اصدقائي ونشوف التطبيق ونشرح عن التطبيق شوي. مثل ما شايفين حبايبي هي واجهه التطبيق راح تظهر معكم بهذا الشكل. طبعا اصدقائي التطبيق سهل جدا، راح نتوجه لطريقه السحب او رح نتوجه للسحوبات اللي انا ساحبها بالتطبيق. طبعا طريقة السحب في عندكم جوهر، في عندكم شداد، وفي عندكم رصيد بايبل، بيقبل بايبل المفعل والغير مفعل. اصدقائي رح نروح على الهيستوري، رح نروح الريدم. مثل ما شايفين انا ساحب بايبل نص دولار، بايبل نص دولار، وهون 50 دايموند فري فاير. بالنسبة لطريقة العمل اصدقائي طريقة العمل سهلة جدا، كل ما عليك انت فقط انه تروح على خانة الايرون، وهون في عندك عن طريق مشاهدة الفيديو، عن طريق اكمال السيرفرات، وهون عن طريق لعب الالعاب، وفي عندك عن طريق سبين، وعن طريق كود الدعوة. والاهم من هذا كله طبعا انا ما بستخدم كود الدعوة ولا بستخدم يعني الربح عن طريق الاحالة، هون اصدقائي عن طريق هاي العروض. مثل ما شايفين عندك العرض الاد جيم، مثل ما شايفين شركة الاد جيم اصدقائي هون انتو فيها عندك عرض للبوب سلوتس، هون عرض البوب سلوتس 7875 نقطة، في عندك عرضين للبوب سلوتس. طيب كيف نحن بنستطيع ننهي هدول العرضين؟ أصدقائي كل ما عليك إنه تحمل التطبيق عن طريق الأيسلند، تحمل التطبيق وتسجل بحسابك، تنهي أول عرض للبوب سلوتس عفوا، بعدين بترجع بتمسح البيانات وبتنهي العرض الثاني للبوب سلوتس. في عندك عروض كتيرة، في عندك عروض كتيرة. طيب أصدقائي حاليا نحن لنفترض أنه أخذنا نقاط البوب سلوتس، شو هي الشركات الثانية الموجودة؟ في عندك هاي الشركة كمان أصدقائي مثل ما شايفين، في عندك هون عروض، وفي عندك عرض تطبيق الميك ماني. إن شاء الله يكون عرض تطبيق الميك ماني موجود هون، لأني هو موجود بالموقع يلي رح نحكي عنه، أما هون ما بعرف إذا موجود ولا مو موجود. أوكي أصدقائي مو موجود عرض الميك ماني، رح تروح على الخانة الثالثة كمان هي شركة عروض سي بي اي. مثل ما شايفين يعني هون في عندك عروض بشكل كبير جدا، في عندك حتى عرض الكوين ماستر بيظهر معك بعض الاوقات، وبعدها ظاهر معنا هون عرض الكوين ماستر ب 4468 نقطة، يعني في عرضين كانوا للكوين ماستر بيظهر معك عرض كمان بالليل، يعني انت بتقدر تجمع عن طريق تحميل هاي العروض. اوكي اصدقائي في عندك الشركات الثانية مثل ما شايفين، في عندك هاي الشركة اصدقائي، هاي الشركة راح تحمل التطبيقات من داخل اي متصفح بدك اياه، والشركة الاخيرة اصدقائي هي الادسنس ميديا. مثل ما شايفين اصدقائي كمان هي عن طريق استطلاعات وعن طريق تحميل تطبيقات. طيب اصدقائي حاليا راح نروح نحن ونشرح عن التطبيق الثاني يلي شفنا اثبات سحب له. اوكي اصدقائي مثل ما شايفين هاد هو التطبيق، انا ساحب منه 2.02 سنت، طبعا انا ساحب منه اكثر من 4 مرات او 5 مرات. راح نشوف التطبيق. التطبيق انا شرحت عنه بدروس سابقة، التطبيق الحد الادنى للسحب فيه 0.02 سنت. راح نحكي عن التطبيق اصدقائي كمان بشكل مختصر مشان ما نطول الفيديو، بعدين راح نحكي عن الموقع اللي انا سحبت منه نص دولار، وبامكانك انت تسحب منه 1 دولار او 2 دولار بعرض واحد. ركز معي بعرض واحد. اوكي اصدقائي راح نشرح عن هذا التطبيق بشكل مختصر، راح نشوف واجهة التطبيق وخانات السحب وطريقة الربح.
اوكي اصدقائي، طبعا تطبيق ليون هذا تطبيق معروف. مثل ما شايفين انا حاليا عندي 2378 جوهرة، فبامكاني اضغط هون على هاي الخانة على هذا الاسد واخذ دايموند. مثل ما شايفين انا اخذت 9 دايموند. في عندك هون اصدقائي الاوفر رول، هون بامكانك تستخدم في بي ان. ركز معي، بامكانك تستخدم في بي ان. هون في عندك خانة استطلاعات الاوفر تورو، يعني خانة عروض الاوفر تورو. مثل ما شايفين في عندك عروض عديدة جدا بالاوفر تورو، يعني خلال انت تنهي هذا العرض 14 ألف راح تاخذ منه ما يقارب يعني النص دولار، تقريبا نص دولار راح تاخذ منه. في عندك هون الكليك الكليك، هدول تسجيل الدخول يومي مشاهدة اعلانات. في عندك هاي الشركة اصدقائي كمان كلياتهم شركات عروض، يعني انت اذا ما بدك تشتغل على طريقة الضغط على الاسد وتاخذ انت الدايموندات، بامكانك تستخدم هاي الخانة، بامكانك تستخدم هاي الخانة. مثل ما شايفين هون، هون بس انت بتحمل التطبيق وبعدين بتفتح التطبيق راح تاخد 0.02 سنت. في عندك هون عروض ب50 ألف، ومثل ما حكينا اذا بتشغل في بي ان راح يكتروا عندك العروض بشكل كبير. راح نرجع على خانة العروض. مثل ما شايفين في عندك هون كمان الاوفر ويل، يعني في عندك 4 خانات للعروض. هاي العروض اصدقائي بتقبل في بي ان، لكن مو كل الخانات بتقبل في بي ان. الاوفر تورو بتقبل في بي ان. هاي الخانة اللي دخلنا عليها حاليا نحن موجودين فيها، الكوينز ما بتخ... آه الكويز عفوا ما بتقبل في بي ان اصدقائي. عندك الخانة الثالثة اصدقائي راح نحكي عنها كمان، وهي هي الخانة كمان خانة عروض للاد جيت. هاي الشركة ممتازة جدا، عفوا هاي الشركة اصدقائي ممتازة جدا، وطريقة الربح فيها سهلة جدا. يعني هاي الشركة انت مجرد ما تنهي عرض واحد راح تقدر تاخد عدد كبير من النقاط. راح ننتظر الاعلان اصدقائي لحتى يخلص وراح نشوف عروض الشركة. مثل ما شايفين اصدقائي فتحت معنا الواجهة. هون اصدقائي في عندك عروض بشكل كبير جدا. مثل ما شايفين في عندك اكتر من عرض، وهون اذا بتشغل في بي ان النقاط بتصير عالية جدا. ركز معي صديقي، النقاط بتصير عالية جدا. فهون الفي بي ان مقبول بهاي الخانة، الفي بي ان مقبول. الفي بي ان ما بينقبل فقط بخانة الكويز اللي حكينا عنها اصدقائي. بالنسبة للسحب راح نرجع خطوة لورا. اعتذر اصدقائي، طبعا الاعلانات كتيرة شوي بهذا التطبيق. بالنسبة للسحب مثل ما شايفين في عندك 2 سنت ب 2000 جوهرة، ال5 سنت ب5000، وال10 سنت ب10000. طيب راح اسحب انا 2 سنت، راح انتظر هذا الاعلان لحتى يخلص اصدقائي. طبعا التطبيق فيه اعلانات كتير اصدقائي، هدول كلياتهم اعلانات شركة اب ستارت. المهم اصدقائي حاليا راح نسحب نحن، نضغط هون. مثل ما شايفين انا حاليا سحبت. السحب قد بيطول؟ السحب بيطول 4 ساعات 5 ساعات بيوصلك السحب. حاليا اصدقائي راح نحكي عن اخر موقع، وهو الموقع بصراحة الممتاز ويلي انا اشتغلت عليه وسحبت منه، وراح نشوف اثبات السحب مع بعضنا وراح نشوف شرح الموقع مع بعضنا اصدقائي. اوكي اصدقائي، طبعا هاد هو، راح نترجم اللغة للانجليزي، هذا هو اسم الموقع يلي انا سحبت منه. ركزوا معي اصدقائي باسم الموقع، طبعا راح احول اللغة للانجليزي. مثل ما شايفين اصدقائي هاد هو الموقع انا يلي سحبت منه $0. طيب اصدقائي هاد الموقع بيشتغل بالفي بي ان ولا ما بيشتغل بالفي بي ان؟ ما بيشتغل بالفي بي ان ابدا، ما بيشتغل بالفي بي ان ابدا. طيب اصدقائي انا راح اشرح لكم عن هذا الموقع، وراح اعطيكم طريقة خلال ساعة او ساعتين تربحوا اكثر من $2، هي مع اثبات السحب. لاني انتو دائما كل ما بنشر فيديو بتقولوا لي يا حسام اعطينا اثبات سحب للتطبيق، اعطينا اثبات سحب للتطبيق. فهي اثباتات سحب شخصية، انا عم اشتغل على التطبيقات، وقبل ما انشر التطبيقات انا عم مباشرة عم اسحب منها بعدين انشرها. مثل ما شايفين هذا هو اسم الموقع، ركزوا معي باسم الموقع لاني حاليا راح نشوف اسم الموقع. مثل ما شايفين راح اعلم لكم عليه، اسمه ايرن سكين. اصدقائي راح نروح مباشرة لواجهة الموقع. اصدقائي هاي واجهة الموقع. طبعا بالنسبة للاشخاص اللي كمان بيقولوا لي انه اثبات سحب اثبات سحب، راح نفرجيكم كمان اثبات السحب من داخل هذا الموقع. راح اروح على الملف الشخصي الخاص فيني. طبعا اول خطوة انتو بتروحوا على الملف الشخصي الخاص فيكم. مثل ما شايفين انا محول اللغة للعربية. طلبات السحب تبين، مثل ما شايفين الحالي وافقت ال500 نقطة بنص دولار بايبل، ال500 نقطة بنص دولار بايبل. اوكي اصدقائي، طبعا حاليا انتو راح تنزلوا لتحت لحتى تاخد 50 نقطة بهي الخانة. ركز معي اصدقائي،
بعتذر أصدقائي، طبعا اجتني مكالمة. المهم أصدقائي، نحن كنا بهي الخانة، بعد ما تنزل على هاي الخانة هون راح أترك لك كود، حط الكود اللي راح أترك لك إياه بالوصف، وراح تاخذ مباشرة 50 نقطة، مباشرة راح تاخذ 50 نقطة. أوكي أصدقائي، حاليا راح نروح على طرق الربح من هذا الموقع. طبعا طرق الربح سهلة جدا، ما بنصح حد يشغل في بي ان ابدا، حتى الموقع ما بيقبل في بي ان، واذا بتشغل في بي ان ما راح يوصلك السحب وراح يحظرك. طيب اصدقائي، راح احدث الصفحة، معلش النت عندي بطيء شوي، راح احاول احدث الصفحة اصدقائي. طبعا بعتذر يعني عندي النت بطيء بشكل كبير جدا، لحتى يظهروا معنا العروض. اوكي اصدقائي، ظهروا العروض. عندك اول خانة هي خانة الاد جيت ميديا، مثل مو شايفين هون في عندك هذا العرض ب84، وهذا العرض ب56، وهذا العرض ب56. في عندك عروض البوب سلوتس، وفي عندك عرض لتطبيق الميك ماني. هذا عرض التطبيق الميك ماني، يعني مباشرة راح تاخذ 1 دولار. انت بتحمل التطبيق وبتوصل ل 2000 نقطة داخل التطبيق، وبعدين بتبقى فاتح التطبيق لمدة 4 دقائق او 5 دقائق، راح يحتسب لك العرض وراح تاخذ 1000 نقطة مباشرة. مفهوم اصدقائي؟ في عندك كمان عروض لشركة، او عفوا لتطبيق البوب سلوتس، كمان راح نحكي عنهم. خلينا نحكي عنهم شركة شركة اصدقائي، منشان تكونوا على اطلاع طريقة الربح. في عندكم هاي اللعبة كمان اصدقائي، راح توصل للليفل 16، لكن صعبة شوي بصراحة، بدها شوية مجهود لحتى توصل للليفل 16. في عندك عروض كتيرة، يعني انت اختار العرض يلي بناسبك، العرض يلي بريحك واشتغل عليه. راح نروح على شركة تانية اصدقائي. طبعا هاي الشركة كمان فيها عروض، هاي الشركة راح تفتح معكم بهاي الواجهة. فانت شو راح تسوي يا صديقي؟ كل ما عليك انه تضل تحول بين هدول لحتى تلاقي خانة مكتوب عليها موبايل ابس، راح تضغط عليها. مثل ما شايفين هون في عندك عروض، لكن للأسف اغلب العروض هي عروض للايفون، اغلب العروض هي عروض للايفون، يعني بعض الاوقات بينزلوا عروض ايفون وبعض الاوقات بينزلوا عروض اندرويد. مثل ما شايفين هذا العرض اندرويد، في عندك كمان عروض للايفون. اوكي اصدقائي، طبعا اذا راح نضغط على مشاهدة مهمات اخرى، ما راح يطلع معك مهمات هدول كل يوم، يعني امبارح كان موجود في 40 مهمة تقريبا، اليوم ما بعرف بقيوا شي 10، يعني كل يوم بيغيروهم، كل يوم بيزيدوا وبينقصوا. مفهوم اصدقائي؟ حاليا عنا كمان الخانة اللي بعدها، وهي خانة الاوفر تورو. طبعا اصدقائي، خانة الاوفر تورو فيها عرض، مثل ما شايفين عرض البوب سلوتس، هذا هو عرض البوب سلوتس ب1000 نقطة، تنهي يعني مطلوب منك انه تنهي تكمل الليفل 18. وفي عندك عرض اللوردز موبايل توصل للليفل 11. في عندك عروض كتيرة كمان داخل هذا التطبيق. طبعا اذا ما طلعت معك العروض، اضغط على نافذة جديدة اللي موجودة بالقائمة المنسدلة على الطرف، وراح يفتحوا معك العروض كلياتهم. اوكي اصدقائي، حاليا راح نسكر هاي القائمة، وراح نروح على القائمات الاخرى. هاي قائمة سيرفر، وهي قائمة سيرفر الاد جيم اصدقائي، الاد جيم عفوا، هي كمان الشركة فيها عروض اذا ما ظهرت معك. لحتى تظهر معك العروض بشكل كامل، اضغط على نافذة جديدة هون بهذا الشكل، راح يوجهك على نافذة اللي هي لنفس العروض، لكن راح يفتح لك الواجهة الأساسية للعروض. مثل ما شايفين أصدقائي، في عندك عروض بشكل كبير، في عندك هون كمان عروض بتوصل للألفين نقطة، في عندك عروض ب3000 نقطة، هدول كلياتهم العروض الموجودات بالأعلى. أوكي أصدقائي، طبعا حاليا راح نروح نحن على الخانة يلي بعدها، وكمان هي خانة انهاء عروض، كمان هي خانة انهاء عروض. في عندك هون خانات استطلاعات رأي، وراح نروح على اخر شركة عروض. طبعا مشان ما يطول وقت الفيديو كتير اصدقائي، راح نروح على اخر شركة ونحكي عنها كمان. كمان هاي الشركة موجود فيها عرض البوب سلوتس، مثل ما شايفين ب1274 نقطة، يعني بامكانك تنهي بهاي الشركة وتروح على الايسلاند تحمل التطبيق وتسجل، او عفوا تدخل على الموقع تسجل بنفس حساب وبترجع كمان بتنهي بالاوفر تورو. مفهوم اصدقائي؟ يعني هون كمان في عندك العاب تقدر تنهيها. اصدقائي، هاد كان فيديو لليوم، بتمنى يكون يعجبكم هذا الفيديو، وبتمنى دعمكم بلايك واشتراك للقناة، وبشوفكم في فيديوهات قادمة.